نصر الله، لو نوثق من خلال شهادتك موضوع اللي تعرض له الأسرى الأشبال منذ 7 أكتوبر، منذ بدء هاي الحرب. يعني كان الله بيعلم فينا، صاحبوا منا التلفزيونات وصاحبوا منا البلاطات، يعني مسوي فيه ماكن، ما كانش في عنا ولا إيش أوعينا اللي بنلبسهم، يعني فيش ولا إيش، مخلوش عنا الغرفة بس فيها فرشة وحرام، حتى حرمات قعدنا 3 أيام 4 أيام وإحنا مش نايمين ولا بيش، بس نايمين هيك يعني، يدوب الله بيعلم كان بالحال يعني نايمين، الدنيا سكع، الدنيا كانت كل شيء، مش عارفين ننام من مرة ساعتها، قسما بالله وبعين الله شو بدنا نسوي، قسما بالله بعين الله. كانت فترة صعبة، كانت فترة صعبة للغاية، يعني مش انه يعني انه هيك فترة بتمرق على الفاضي، كانت فترة يعني. شعرتوا انه زاد التنكيل بالأسرى والإجراءات صار 11 و12 سنة كانوا يجيبوهم اولاد صغار ويعذبوهم يضربوهم وكل شيء يعني كانوا يسووا فينا، الله بيعلم يعني، وكنا يجيبونا يوم السبت يا دوب ما سويناش، ما جبناش حتى أكل، يعني كانوا ياخذونا بالأكل كل شيء، كمان ما جبناش ولا شيء، الله بيعلم الحال.